تأهيل هذه الحديقة هذه بغلاف مالي تقريبا يقدر تقريبا 87 مليون و 800 ألف. الحديقة مزيانة ولكن خاصة الكراسة وخاصة العساس يبقى هنا ديما. إذا ما كانش العساس راه ما كاين والو. راه إلا ما كانش العساس راه زردة راه ما غتبقى زردة. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفاش الحديقة أولا؟ هي مبادرة مزيانة للأطفال، غير هي خاصة بزاف ديال المرافق، منها الكراسي ما كاينينش، كتشوف بنادم جالس غير على الجنبات، وليسباس هو ما كافيش بالنسبة للساكنة ديال دراي كاين بزاف وكاين المرافق قليله. السلام عليكم. كي جاتك الحديقه؟ زوينه شويه، لقينا فين يترفوا الدراري، غير هي مازال خصها بزاف ديال الاصلاحات. خاص بحال اش الاصلاحات اللي خاصها؟ خاص حارس اللي ينظم هذا الشيء وشويه النظام والكراسه الكراسه فين الناس الا جاو الدراري الصغار الكراسه فين بحال كنجلسوا تحلايا نرتاحوا الحارس عام بحال دابا كي الدراري الصغار اللي ما تيجيوش معاهم بحال هكا والديهم الناس كيجيو كيبقاو بحال جا هي راه هذه انا ماشي كراسه هذا ماشي كراسه هذا ماشي كراسه بصح ماشي كراسه رغم ذلك الناس مضطرين يجلسوا فوق الحيط ولا دابا غتريح هي فوق الحيط غتجر لابد ما غتجر النواره ضروري ما كاينش كرسي ما كاين والو هي بالنسبه للكراسي ما كاينش كراسي كما كتشوف وما كاينش الامن ما كاينش عساس خاص العساس يبقى ديما ومو خاص يعطر خاص ملي يعطر هاد الدراري خاص ما يتعطروا هادو السلام عليكم انت من الساكن عليكم السلام اييه كي جات الحديقه اولا واش دي مزيانه الحمد لله زعما هو ظاهر عليها هذا الجمهور اللي فيها دابا ماشي طريقه هذه خاص الكراسه ضروري خاص الكراسه ولكن تيخصها كرسيات للناس فين يجلسوا حتى كرسي ما كاين حتى كرسي ما كاين تبارك انا تصاوبت ب 77 مليون والكراسي ما كاينينش ايوا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول شحال تكلف هذه التصاويب ديالها في نظرك انت اللي كنتي مهندس شحال كيخص واش تنقول لك ديالها ما خصهاش حتى 10 مليونات 10 مليون ما تقداش ما بالك فيها 77 مليون لا بزاف 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 77 بزاف 77 مليون شحال خاصها وخاصة 5 10 بارك عليها صافي صافي ما كون كانوا داروا فيهم الكراسي كره شي 250 مليون لا لا تقول لي 500 تقول لي 500 ماشي 250 والله هذه غير جردة على الدس 77 مليون 77 مليون كاس بموكو شحال غتولي كان فيها الموكير غتولي 100 100 مليون نحافظوا على الحديقه ديالنا فين يلعبوا وليداتنا وفين نحافظوا عليها باش تبقى لينا والوليدات الاخرين ان شاء الله ان شاء الله يا ونتمنوا يكون احسن من هذا الشيء.